What a wonderful world. الروح حلقة جديدة، والنهاردة هنتكلم عن توأم الشعرة والحب من النظرة الأولى. أنا حابة أتكلم عن المرة الأولى اللي بيلتقي فيها توأم الشعرة، لأنه نادرا ما بتتوقع ده. عشان كده خلينا نجاوب على شوية أسئلة منتشرة جدا. هل يحب توأم الشعرة من النظرة الأولى؟ توأم الشعلة بتحس بحاجة من النظرة الأولى في المستويات الأعلى، وبيتعرف كل منهم على الآخر كروح توأم، وعادة ما بيكون في انجذاب جسدي وتواصل بصري واضح جدا. ومع ذلك سواء كنت أنت أو توأمك تعرف الارتباط ده على أنه حب، فهو حاجة تانية خالص. تعالى معايا كده نعرف في الفيديو ده ايه هو ببساطة. في الحب توأم الشعلة بيقع من النظرة الأولى ولا لأ؟ إخلاء المسؤولية المعتاد هنا هو ان كل رحلة توأم شعلة مختلفة في تجربتها، زي ما بقول لكم في كل فيديو. هيحس معظم توأم الشعلة بمستويات عميقة من الاتصال من النظرة الأولى. عادة ما بيكون الاتصال الجسدي مميز ليكم، لكن استخدم النصيحة دي كمبدأ توجيهي ومش قاعدة ثابتة، لأن هو كده فعلا. ممكن تكره أنت وروحك المرآة بعض من النظرة الأولى، وفي بعض الأحيان بيفاجئ ده الناس لما بيفكروا في نوع الرابطة اللي بيتشاركوا فيها مع بعض. لكن اتصالات توأم الشعلة بتكون فيها طاقة عالية، والاتصال ده بيجي بنتائج عكسية في بعض الأحيان في وقت مبكر جدا. الطاقة العالية ليها قواعدها الخاصة. لو كان في حاجة واحدة مؤكدة، فالاجتماع الأول معك ومع توأمك هيكون مميز جدا. مفيش موضوع زي ده بيمر من غير ما يلاحظه أي حد تقريبا، إلا لو كان عندك حاجات بتلهيك مهمة في الوقت ده. هو اتصال عالي الطاقة، نصين من نفس الروح بيتلمسوا لأول مرة في الحياة. كيفية اختيار الطاقة للظهور ممكن أنه يكون تخمين لأي شخص. ممكن أنه يعني الحب الشديد والعاطفة والاتصال العميق يحصل على الفور، او ممكن انه تطير في الاتجاه المعاكس تماما وهو الكراهية، بس الكراهية مش عكس الحب، فيبقى اتجاه معاكس وخلاص. ما تحكمش على نفسك او على توأمك، او تحط توقعات على الكيفية اللي المفروض انه يكون بيها لقائك الاول. ممكن انه يكون في كتير جدا من العوامل المؤثرة في الموضوع ده، بدءا من تجارب حياتك السابقة وحتى كيفية حدوث الاجتماع الجسدي الأول. اللقاء الأول لتوأم الشعلة، اسمع قصص كتير من توأم الشعلة. لو سمعت، أنا شخصيا سمعت آلاف القصص عن الأشخاص في رحلتهم، وبشكل عام بقولك اللقاء الأول لتوأم الشعلة بيبرز بنسبة 95% من الوقت. بيكون في انجذاب جنسي من النظرة الأولى بين التوأمين بنسبة 70% من الحالات، والحب الفوري لتوأم الشعلة بيحصل في 30% من الحالات. رحلتك هتكون مختلفة عن رحلتي، عن رحلة اللي جنبك، عن رحلة أي حد تاني. هيكون مختلف عن أي حاجة سمعتها، والمجرد أن أنت وقعت في حبهم من النظرة الأولى، أو لأنك أصلا بتكره شجاعتهم، بيكون في عوامل تانية مرتبطة بالموضوع ده. عشان كده استخدم ده كمبدأ توجيهي مش كقاعدة عامة زي ما بقولك. طيب ايه اللي بيحصل لما بيتقابلوا توأم الشعلة للمرة الاولى؟ لو انت كنت بتحاول تعرف نوع الاتصال اللي بيربطك بشخص ما، فالأحاسيس الجسدية للاتصال الاول ممكن ان هي تساعدك في ان هي تديك ارشادات. طب هل ممكن لجاذبية توأم الشعلة ان هي تكون شهوة من النظرة الاولى؟
هو على عكس التقبيل من النظرة الأولى، من المؤكد أنه من الممكن أنه تكون في اتصالات أكتر حميمية في وقت مبكر. وأنا اتكلمت قبل كده عن الطاقة الجنسية لتوأم الشعلة في فيديو ممكن يكون لسه منزلكوش، بس هو هينزل النهاردة بالليل بالتفصيل. لكن كل اللي أقدر أقوله أنه لسه ما ظهرش ده بالنسبة لي، فمن المحتمل أنه مش توأم شعلة حقيقية. مرة تانية، لمجرد أن الموضوع ممكن أنه يكون شهوة من النظر الأولى، فده مش معناه أن هما مش توأم، لمجرد أن هما مش بينجذبوا جنسيا لبعض على الفور. من المحتمل أنه يكون عندك انجذاب جسدي، لكن أنا بأكد على ده لأني مش عايزة أحط أي حد يعني تحت توقعات مش عادلة في رحلته. طيب، توأم الشعلة، ماذا لو تجاهلت بعضهم من النظرة الأولى؟ ده ما بيحصلش كتير، لكنه ممكن يحصل، وفي بعض الأحيان مش بيجي أصلا في دماغ حد منهم أو هما الاثنين إلا بعد فترة طويلة من الحياة إن في مشاعر قوية واتصال بينهم. ربما بيتم تجاهل اللقاء الأول لو كان في حاجة تانية بتشتت انتباهك لما شفته المرة الأولى. مرة تانية، من المهم أن أنت تحاول أنك ما تحكمش على رحلتك بشكل مبالغ فيه، ولكن دي حالة نادرة. فلو لم يلفت الاجتماع الأول انتباه حد منهم على الأقل، فمن المحتمل أن هو يكون ده توأم شعلة زائف. مثلا بيكون عندك انجذاب ومشاعر قوي تجاه الارتباط بصديق الروح. وبكده خلصت حلقتنا الصغيرة جدا جدا جدا، واتكلمنا النهاردة عن الحب من النظرة الأولى ما بين توأم الشعلة، وهل هو بيحصل فعلا من أول مقابلة. وأكيد الحلقة دي ليها تابع، لأنه في القبلة من النظرة الأولى ده لسه ما اتكلمناهوش عنه، وكمان في اللمسة الأولى لتوأم الشعلة هنتكلم عنها برضو، لأنهم مواضيع كلها مرتبطة ببعضها، وأنا حابة أن أنا أتكلم عن كل مواضيع تخص توأم الشعلة بالتفصيل، وعن كل حاجة ممكن تحصل حتى لو كانت مش منتشرة قوي ما بين توأم الشعلة أو بتحصل لناس وناس. حابة أتكلم عن كل حاجة بحيث أن القناة يبقى فيها كل حاجة بدون حكم من أي حد طبعا. وبكده تكون خلصت الحلقة، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. لو عجبكم الفيديو ريت تدوسوا لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهات اللي جاية وتشوفوا كل جديد. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.